السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بتلاميذ الأعزاء في مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية الصف الخامس. معكم الست براء مدرسة اللغة العربية. أقدم لكم اليوم درس في اللغة العربية في القراءة، وهو التعبير الكتابي. اسم الموضوع ضيوف المدرسة. اسم الموضوع ضيوف المدرسة، صفحة 49. التعبير قبل أن نبدأ في شرح الدرس، نستذكر خطوات كتابة التعبير. خطوات كتابة التعبير عدة نقاط. أولا، كتابة عنوان الموضوع وسط الصفحة. ثانيا، ترك مسافة كلمة أو كلمتين في بداية السطر الأول من الصفحة. ثلاثة، كتابة مقدمة مناسبة في بداية الموضوع على أن لا تتجاوز الثلاث أسطر. أربع، ترتيب النقاط بصورة متسلسلة قبل كتابتها. خمسة، كتابة النقاط الواردة في الموضوع بصورة متسلسلة وبدون أرقام. ستة، وضع فارزة بعد الانتهاء من كل نقطة. سبعة، وضع نقطتي القول والقوسين قبل كل مقولة أو آية قرآنية أو حديث نبوي شريف كما هو موضح. ثمانية، أضع خاتمة قصيرة مناسبة للموضوع بعد الانتهاء من كتابة التعبير. تسعة، وضع نقطة في نهاية الموضوع. هذه الخطوات الأساسية لكتابة التعبير. نأتي الآن إلى كتابة التعبير. عندنا اليوم موضوع ضيوف المدرسة. ضيوف المدرسة، قبل كل شيء نسلسل النقاط كما هو موضح. نرتب النقاط بصورة متسلسلة. أولا، تقيم مدرستنا أحيانا حفلا أو اجتماعا تدعو إليه آباء التلاميذ وأمهاتهم وبعض المسؤولين. ثانيا، يختار مدير المدرسة عددا من التلاميذ المتفوقين ويكلفهم القيام بأعمال الضيافة. ثلاثة، بعضهم قرب باب المدرسة لاستقبال الضيوف. أربعة، وآخرون يقفون قريبا من ساحة الاحتفال ليرشدوا الزائرين إلى أماكن جلوسهم. خمسة، وقسم ثالث يتولى توزيع الشراب أو الطعام على الضيوف. ستة، أما أصحاب المواهب الفنية من التلاميذ فمنهم من ينشد، ومنهم من يعزف الموسيقى، ومنهم من يعد كلمة يلقيها أمام الزائرين مرحبا بقدومهم ومشاركتهم. الآن سلسلنا بدأنا بتسلسل النقاط كما هو موضح بالشكل. الآن نقوم بكتابة التعبير ونطبق عليه خطوات الكتابة كما هو موضح الآن. أولا، عنوان الدرس وسط الصفحة، ضيوف المدرسة، ترك مسافة كلمة أو كلمتين في بداية السطر الأول، هاي النقطة الثانية. مقدمة جميلة. الحمد لله الذي وهبني عقلا مفكرا ولسانا ناطقا أعبر به عما يجول في خاطري اتجاه هذا الموضوع الشيق الذي تمنيت أن أتحدث فيه، وهو هذا الموضوع هو ضيوف المدرسة. تقيم مدرستنا أحيانا حفلا أو اجتماعا تدعو إليه آباء التلاميذ وأمهاتهم وبعض المسؤولين. يختار مدير المدرسة عددا من التلاميذ المتفوقين ويكلفهم القيام بأعمال الضيافة. بعضهم قرب باب المدرسة لاستقبال الضيوف، وآخرين يقفون قريبا من قاعة الاحتفال ليرشدوا الزائرين إلى أماكن جلوسهم. وقسم ثالث يتولى توزيع الشراب أو الطعام على الضيوف. أما أصحاب المواهب الفنية من التلاميذ فمنهم من ينشد، ومنهم من يعزف الموسيقى،
ومنهم من يعد كلمة يلقيها أمام الزائرين مرحبا بقدومهم ومشاركتهم. أتمنى من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع الجذاب. أول خطوة سويناها كتبنا عنوان الموضوع وسط الصفحة، تركنا مسافة كلمة أو كلمتين في بداية السطر الأول، كتبنا مقدمة جميلة، بعدها بدأنا بكتابة النقاط بصورة متسلسلة من هنا، النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. أما وصلنا هنا قمنا بكتابة خاتمة جميلة وبسيطة. أرجو من التلاميذ الأعزاء كتابة هذا الموضوع في دفاتر التعبير وحفظه جيدا، لأنه داخل في الامتحان للشهر الثالث.